حيث أكدت وزارة الصحة أن قبول الأطباء الوافدين بالكويت راح يتم بناء على شهاداتهم العلمية وخبرتهم العملية وسيرتهم الذاتية، بالإضافة إلى العديد من المعايير الأخرى اللي راح نسلط عليها الضوء في هذا الموضوع من خلال هذا الاتصال الهاتفي، ونشكر قبول هذه الدعوة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي. مساك الله بالخير دكتور، وكل عام وانت بخير، وبداية ننطلق معك بهذا السؤال، شنو هي شروط قبول الأطباء الوافدين؟ بداية مساء الخير لك ولأسرة البرنامج وللأخوة والأخوات المشاهدين. لا شك أن الرعاية الصحية تعتمد على أضلاع المثلث اللي هو الفريق الطبي، المنشأة والتجهيزات، ثم الإدارة الطبية. الفريق الطبي يعتمد على كوادر، ولعل أبرز كوادرها هم الأطباء. أول دفعة تخرجت من كلية الطب كانت في عام 1983، تخرجت كانت في حدود 30 طبيب. حاليا يدخل علينا سنويا في حدود 150 طبيب، هؤلاء حاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة اللي هو الحد الأدنى للحصول على لقب طبيب، ولا أقول بالضرورة دكتور. الآن إذا نتكلم عن الوافدين، لا شك أن هذا الحد الأدنى، لكن في ظل زحمة التدفق العناصر الوطنية تعطى الأولوية في مثل هذه المواضيع الحاصلين على يعني الماجستير والدكتوراه أو ذوي الاختصاصات. طبعا حسب التخصص الطبي يختلف المؤهل، أحيانا تكون سنوات خبرة، أحيانا قدرة على استخدام جهاز، أحيانا خبرة عملية في بعض المراكز الدولية وما إلى ذلك. الحديث اللي طلع أنه كان هناك حد أدنى قبول مجلس الخدمة المدنية بموضوع الحصول على قبول بمعدل جيد، لكن وزارة الصحة أكدت أن هذا لا يعني بالضرورة أن احنا نقبل واحد ما يجتاز كل عناصر اللازمة، مثلا حصوله على مؤهلات قد تكون أكاديمية مثل ماجستير أو دكتوراه، أو مهنية مثل الزمالات أو البورد الكندي أو وما إلى ذلك، أو من كل المدارس سواء كانت أوروبية أو كانت يعني كندية أو أمريكية أو حتى شرق آسيوية، حتى حسب كل تخصص في مجالات وعربية، وإن كان بورد عربي لا شك أن البورد العربي موجود، لكن ما الكويت إلى الآن تفضل عليه البورد الكويتي والبورد الخليجي بالدرجة الأولى. ولكن هو لا شك أنه يأخذ مكانته بين كل هذه التخصصات. طبعا دكتور الكلام اللي تتفضل فيه هذا للوافدين وليس للكويتيين. اي اكيد يعني، لكن يظل المؤهل مؤهل يعني. الان في عندنا مجموعه من الوافدين ياتون في الحد الادنى، انت لا يخفيك ان السلم الوظيفي يبدا من مساعد مسجل ان يعني يصل الى استشاري، قبلها اختصاصي اول، قبلها اختصاصي وكذا. لكن احنا في الكويت نفخر بان عندنا بيئه حاضنه تزخر بكثير من الانشطه العلميه، بالتعليم الطبي المستمر، بمراكز على مستوى معهد الكويت اختصاصات طبيه لاجراء العديد من الامتحانات والزمالات في كل التخصصات سواء الجزء الاول او الثاني او الثالث تجري في الكويت، فضلا عن العديد من الامتحانات اللي تتم في كل التخصصات الاخرى. طيب لا شك ان من يعمل في الكويت ويكون عنده جديه يكتسب مثل هذه المهارات، وبغض النظر عن معدله، لكن اذا اجتاز هذه الامتحانات يرتفع في مستوى التقييم وفي مستوى الترقيه. متى التقديم ومتى القبول ومتى هذه الاجراءات؟ احنا حاليا عندنا في الكويت يمكن حوالي 27 بورد محلي يحتوي يمكن 200 حاليا، كذلك في 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 كندا يمكن 300 طبيب وطبيبه كويتيه يعني يتدربون في افضل مدارس الطب في العالم. عن قريب تم اعلان معهد الكويت اختصاصات طبيه بانه زادوا المعدلات في حدود 50% لكل المعدلات، لأن ما يخفيك أن في تنافس عالمي للانخراط في برامج التدريب اللي موجودة ينافسنا فيها الخليج وغير الخليج. اليوم لما تزداد عدد المقاعد المتاحة للخريجين الكويتيين، هذا لا شك أنه قيمة نوعية وإضافة ذات جودة على المستوى. هذا التعليم العالي اللي قاعد يوفرها دكتور ولا وزارة الصحة؟ هذه وزارة الصحة من خلال معهد الكويت اختصاصات طبية اللي هو معني بالتدريب ودراسات العليا للأطباء وأطباء الأسنان. للأطباء يعني ما نتحدث عن خريجي الثانوية العامة قسم العلمي؟ لا لا، هذا يسمونه أندر جراديوت اللي هي المؤهلات الجامعية.
لكن هذه ما هي البوست جراديويت اللي هي ما بعد التخصص او ما بعد التخرج. ما فيك مثل ما قلت لك كون احنا يدخل عندنا 50 طبيب كويتي، حتى فرص سنه الامتياز لغير الكويتيين مو سهله، لان في طاقه استيعابيه كحد اعلى. نعم. عشان يكون يعني تحافظ على الجوده، ما ممكن انت مثلا مستشفى او قسم يستوعب 6 أو 8 متدربين تحط له مثلا 15، هذا سياتي على حساب الجوده. طيب. على حساب التدريب. نعم. دكتور احمد، يعني قبل الختام، احنا نتحدث عن توظيف الوافدين، هل هناك توظيف للاطباء الوافدين والاشتراطات يعني ومتى القبول؟ هذه مرتبطه بقضيتين، القضيه الاولى الحاجه، والقضيه الثانيه هي الدرجات اللي تتوفر من ديوان الخدمه البدنيه. حاليا في شيء حاليا؟ الحين لا شك ان هناك حاجه واضحه، يعني اليوم انت لما تتكلم عن مثلا مستشفى جابر، انت تتكلم عن يمكن على الاقل بيت النازل يمكن 1500 درجه في كل التخصصات وفي كل الخبرات، هذا جانب. الآن في بعض التخصصات لما احنا نطلبها مثلا في مجالات الصحة العامة يقول لك مثلا لا، الدرجة اللي متوفرة انا راح افضل انها تكون العناية المركزة او لطب الطوارئ او لبعض التخصصات النادرة. جميل. فهني انت توازن بين الحاجة وبين المتاح وبين احنا خبرنا طال عمرك، حتى نوضح للسادة المشاهدين اللي تابعونا داخل الكويت من الوافدين او خارج الكويت، هل هناك بوزارة الصحة الكويتية الآن مقابلات ستجرى للأطباء الوافدين لقبولهم والعمل بوزارة الصحة الكويتية؟ في هذه اللحظة أنا أمانة لا شك أن هناك بعض، لكن تأخذ طبيعة عملها اللي تم الإعلان عنها، يا أما في المجلات الطبية يا أما في بعض الجرائد في بعض البلدان المحلية، وتخضع بالتأكيد لنوع من المقابلات ومراجعة السيرة الذاتية، وربما حتى الاستعارة منهم ما يسمى باللوكم، اللي هو بعض الأطباء اللي يأتون يعملون لفترات معينة حتى التأكد من أنه ما هو موجود على الورق يتطابق وخبراتهم العملية في الميدان. لكن حاليا لا يوجد أي إعلان سواء داخل الكويت أو برا الكويت. والله طبعا تتكلم عن يعني مؤسسة كبيرة، احنا نتكلم عن 120 مستوصف، 7 مستشفيات عامة، أكثر من 30 مركز. نعم. في هذه اللحظة أنا ما يحضرني، بس قلت لك أنا الآلية. الآلية معروفة طال عمرك وما قصرت، لكن احنا خبرنا أن وزارة الصحة، وكونك الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك تعيين للوافدين، فعشان كذي احنا نسألك مباشرة يطول لي عمرك، هل هناك إعلان نزل من وزارة الصحة لتعيين أطباء وافدين أم إلى هذه اللحظة لا يوجد أي إعلان؟ الإعلان موضوع هذا اللقاء هو تصريح طلع من ديوان الخدمة المدنية يقول أنه ما عاد يشترط جيد جدا كحد أدنى المعدل للطبيب. وإحنا قلنا كوزارة الصحة إن إحنا وإن كان يعني التقييم جيد، هذا غير ملزم لنا دون يعني اجتيازه لكل مراحل التقييم والتطوير والمقابلة الشخصية والخبرة العملية للحصول على وظيفة في وزارة الصحة. في حال إن اجتازها ومعدله جيد هذا غير ملزم، ممكن تعينونه. أكيد. والعكس صحيح، قد يكون جيد جدا لكن ما يجتاز مثل هذه الاختبارات فيعني نعتذر له. شكرا جزيلا. حاب تضيف شيء ختاما دكتور احمد؟ والله بس ودي اكد ان هناك اهتمام على اعلى مستوى في وزاره الصحه سواء مع الوزير او سعاده الوكيل بالحرص على جوده ونوعيه معينه من الكوادر اللي يتم الانخراط لها من خارج الكويت، لان في النهايه المريض هو اولا واخرا وهو الثيرموستات والمؤشر الحساس لجوده الخدمات الصحيه في الكويت. نعم. المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه لدوله الكويت الدكتور احمد الشطي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.